السلام عليكم. عيب شو الله صحة ونعم يا ابو نادر. عيب ابو نادر الله يخليك ما تواخذ عمر اضعف بس بنعمل تليفون على الاسعاف لانه سلمكم غشام على قلبه يا حرام. شو اللي مغشانا الازرق الزمام؟ لا ما الزمام المختار البيس اللي مغشاه لانه قتل العفاف وابر بوعرة الشرباء. هو ما تحمام مختار؟ اي والله هالواطن بيسناو. روحه الحار الحار تعال احترامي سيدي. سيدي هناك جريمة قتل مروعة. نعم سيدي المختار قتل بنته. سيدي مختار بيسة شو عم بحواش بخمسة وعشرين سنة. سيدي شو بحواش اللي بحوالي؟ نعم سيدي. سيدي طبعا سيدي هو كان مسلح. نعم سيدي معه كلاشين ومعه مسدس. وهي هي بدقوا فيها هاو هيك بدقوا فيها توم وهاو سيدي وشفت شفت صيد سيدي معه كمان. ابو نادر قل له قل له قل له نحن خبرناه قل له نحن خبرناه. سدني عكنا حفوة سيدي ما لايكم سيدي. لا نعم سيدي حاضر سيدي احترامي سيدي. مع السلامة سيدي. روح بجيبه. لك لا جيبوا له. قال سيدنا بما انه مسلح راح يبعثوا له مجموعه اقتحام اللي هم لالي ما بحب المغامرات الافراديه. يا عم الله هلا بيجي بكم شوب ياخذوه ومطلع احنا بلا شميله وبلا فلقه. لك الله ليهم وشو بدنا نعمل له؟ اسمعوا لك حسان ليك انا ما بضمن حالي اذا شفته ما اوصوها. لذلك روح انت راقب لي اياهن من بعيد لبعيد وما تخلي احنا نشوفك مشان ما يهرب. سيدي واذا حاول يهرب شو بسوي؟ لك اذا كان مسلح خليك مراقبه وإذا ما كان معه سلاح انقض على هنا اسره واشحط لي اهنا لهون شحطتني كليب. حاضر ابو نادر سيدي. والاسعاف تستنقع انقلعوا له من وشي. هلا كل مواطن بده يخشى بدي يجيب له على سياره اسعاف. روحوا اكسروا له بصله وتحشوها بمقاره بصح صحيح. عندك بصا؟ عندي اي عندك. ليش نتحشله؟ ماشي يلا فهمت عليك فهمت عليك.